بدي روح هلا على حب الحبيبه نصيف. ما رح اسالك السؤال الكل بيسالوك اياه لانه الجواب واحد، ما بدي اسمع نفس الجواب بصراحه. طيب. ما بدي فوت بهالقصه بلاها. رح اجرب استاذن من الحبيبه، اخذ دور، العب دور واسالك اسئله كانه الحبيبه عم تسالك اياهم، شوف شو بتجاوبني. تفضل. جاهز؟ كم مرة بتقول لحبيبتك بحبك بالنهار؟ والله ما بنقعد نعد يعني، شو حاطين عداد بتقول؟ بقول أو ما بقول، ما هو مش ضروري تقولي كلمة بحبك، ضروري تعنيها، تكوني عن جد عايشيتها، في تفاصيل صغيرة أيام واحد بيعيشها بالنهار الطبيعي بتورجي إنه الشخص الآخر بحبه أو لا. بعد كم لقاء قلت لحبيبتك كلمة بحبك؟ ده أخذت معك وقت. هو حاطين عداد أنتو؟ I think إنه بعد شيء 4 أشهر 3 أشهر 4 أشهر هيك شيء. طولت شوي. شو أكتر شيء بتحبه بشكل حبيبتك؟ كله ما. لا تتجزأ. ما. إيه تبع الإيد والرجل والعين. العيون والشعر تحكي. كل شيء. هو كل شيء. باكج كاملة. الواحد يا بحب يا ما بحب وما بيعرف ليه بحب. خلص هي. سبحان الله. قد ايه بتلاقي حبيبتك جذابه من 1 لـ10؟ شو ما تقلي 9 ونص. ليش بدي ليه بدي احط لها علامه؟ انا عم بسال. انت عم تسال بس انه انا ما يعني هون هلا بدي عم فكر بالاجوبه، ما يعني مش حاططهم يعني ما بقدر هيك 10 10. يلا 10 100 ما بعرف اللي هو انه كعلامه تامه بس. مش بتغار عليا؟ بغار بس ما بحب بين اني بغار صراحة. ليه؟ لاني هيك ثقيل يعني ما بعرف، ما بحب بين اني ثقيل. انك ما بتحب تبين انك بتغار؟ يمكن عم بحكي. او هي الغيرة ثقيلة اللي ما بغار ما بيحب يمكن. ما بعرف، عم بحكي عن حالي مش عم بغار كثير نصيف؟ لا مو صدق، ما ماني عندي من حالة مرضية الغيرة على الحبيب. الغيرة على الحبيب ايام حالة من الحب الزايد او من الخوف انه يصير شيء يخرب شيء، او يعني الواحد هيك هيك شو هي هيك حاسه حالي لبكتك انا. لا بس انه نوع من انواع المدارات للعلاقه الغيره ايام بتجي بحسها. طولت لها صبته. تعمل اشياء لتخليك تغار؟ لا لا احنا اي ثينك انه احنا بالغين راشدين، ما عنا ال... اي متى نصيف رح تخلي حبيبتك تدفع عنك فاتوره شي عشاء او شي غدا؟ ما بيناتنا هلا هي ما عندك مشكل؟ من حسك ما بتخليها. المربى تبعنا مش هيك، ما ربينا انه السيده انه خليها تتكلف على شيء، نحن هيك هلا يمكن المربى حضرتك بس انه هي تكون تفكر بطريقه غير. لا ما انه موجود حضرتي بدنا نمشي شوي على يعني مثل ما حضرتك بدك. لا هي بتفكر هيك ولا نفكر هيك يعني. شو الغلطه اللي ما بتسامح عليها مستحيل؟ الخيانه مثلا. هيدي لا ما بتسامح عليها. انه ما حدا بيسامح عليها. شو اخر فيلم نصيف حضرته انت وحبيبتك سوا؟ اخر فيلم، اخر سيريز حضرناه ببراندون الشرق للاستاذ جورج خباز والست امل عرفه. حلو. وكل الاساتذه يعني اللي معهم. بس انه هيدا انبسطت فيه، حضرته وانبسطت فيه. اي متى مناوي تعمل بروبوزل؟ خير خير هلا ان شاء الله خير. هلا كمان هذا ما نحن بعيد الحب. قولي يا رب، قولي يا رب، دعينا يا رب، قولوا الله. اكثر اغنيه بتحب تسمعها منك؟ ما سالتها بتصدقي، ما هول الاسئله الغريبه العجيبه ما بنسالهم لبعض. مش مطروحين بال. طب انسى السؤال، سمعها هلا اغنيه. سمعها وسمعنا كلنا. بدي اياها؟ الا بدي اياها؟ يلا يلا تفضل.